بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب كثير من أحبابنا، يعني المتابعين والناس اللي هم مقربين، في كتير من الناس طلبوا مني ان اطلع اتكلم بالعلم اللي الله سبحانه وتعالى اكرمني بيه في ناس كتير محتاجة هذا العلم، والعلم ده امانة. ولكن عشان اطلع اتكلم بهذا العلم، العلم ده مش علم خاص او هو علم مكتسب، ده علوم موروثة من آل البيت، وعلوم لها وقتها، وبيبقى بإذن، فما كانش عندي إذن إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بأن أذن لي، وعلامة الإذن التيسير. فالله سبحانه وتعالى يسر لي كل شيء، عندي وقت. في نفس الوقت العلم ده ليه هيئة معينة عشان أطلع أتكلم بيه، وليه مقتضيات كتير، لأن في عدو مش عايز الأمور ديت. معلش أنا عمال أعدل في العمامة لأني بقالي فترة كبيرة ما كنتش بلبسها، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يعني كما يحب ويرضى. فليه هيئة معينة على حسب ما تأدبنا في الطريق على إيد من سبقونا، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بهم. فالحمد لله أكرمني الله سبحانه وتعالى النهاردة بالإذن لبث هذا العلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلى جانب أن الحياة في أي وقت قد تنتهي، والله سبحانه وتعالى هيسألنا عن العلوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها. ومن أوتي أو كتم علما أعطاه الله إياه وهو قادر على إنفاذه، ألجمه الله باللجام والعياذ بالله من النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار، ووفقنا الله وإياكم لكل الخير في الدنيا والآخرة. فالعلوم دي لها مقتضيات، يعني كنا يعني حتى حبيت مثلا، طب قلت يا جماعة أقرأ، يعني إيه أقرأ لكم من الكتب، وابتديت فعلا أقرأ بالصيغ اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا، لأن العلم ده ليه مفاتيح، ومفتاح العلم هو جامع مفتاح العلم بعد شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، بيبقى المفتاح أو الباب هو الصلاة على النبي وآله بالصيغ اللي هي كده. الله أكرمنا بها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا، أو أي صيغة الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بها. المهم إن هو الباب للعلوم دي بيبدأ بعد شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص، في حسن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده ليه أسبابه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مقبولة، والصلاة بالصيغة الصحيحة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصلي على النبي وآله، لا تصلي الصلاة البتراء، تصلي على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصيغة الإبراهيمية وكما في الصلاة. فده بيبقى الباب اللي منه الله سبحانه وتعالى بيفتح لك ويفتح عليك في هذا العلم. يعني نستوثق بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومع بعض كده أسألكم أولا قبل الشروع في هذا الأمر لتبعاته، يعني الأمانة دي أمانة كبيرة قوي، الشهادات اللي الله سبحانه وتعالى ادهاني كلها وكل شيء ده، كل ده يعني بالنسبة لهذا العلم يعني لا شيء. التوفيق في هذا العلم بيبقى من الله سبحانه وتعالى، والموضوع مش بالسهولة،
ولكنه يسير على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه. أمانة 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 كبيرة ومهمة، وهذا العلم احنا محتاجينه كلنا فعلا. فالله سبحانه وتعالى يسر الأمر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونبدأ دائما بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، وفقنا إلى حقيقة معرفة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنتناول مع أنوار وحي الله سبحانه وتعالى. يعني إيه أنوار وحي الله؟ ده بداية. الله نور السماوات والأرض، العلم نور، والجهل والضلالة ظلمة. العلم نور، والله سبحانه وتعالى يؤتي نوره من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده. يبقى أنوار وحي الله سبحانه وتعالى أي العلم الذي يرسله الله سبحانه وتعالى، والنور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من أراد من عباده، والحكمة الله يؤتيها من يشاء، مش بالاستحقاق، مش من يستحق، ولكن من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. وليه مقتضيات في العلوم اللي هي الكسبية، تتعلم قراءة القرآن عن طريق التجويد والإجازات وغير ذلك من العلوم الكسبية، وربنا يبارك في علمائنا جميعا في جميع الأقطار الإسلامية، والعلماء الجهابزة ومعلم القرآن والتفسير والحديث، اللي هي العلوم الكسبية، عالم عن عالم، زي ما بنقرأ مثلا في كتاب صحيح البخاري فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي العلوم النقلية وهكذا، وعلوم الفهم اللي بتبقى ليها مقتضيات، اللي هي علوم الآلة من فهم اللغة العربية والحديث الشريف وطرق النقل، طرق نقل الحديث وطرق الحديث من صحيح وضعيف وصحيح لغيره وحسن إلى غير ذلك. وكذلك في علوم التفسير، تفسير القرآن وأنماط التفسير، يفسر القرآن بالقرآن ثم بعد ذلك بالحديث الصحيح وهكذا، علوم التفسير وهكذا. والعلوم درجات، بتبدأ الأول بالقراءة اللي هي أول أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، اقرأ. يبقى بتبتدي بالعلوم الكسبية، اقرأ. فتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، وكذلك تعلم قراءة الأحاديث قراءة صحيحة. بعد كده بتبدأ في الخطوة الثانية اللي هي الحفظ، حفظ القرآن، حفظ ميسر، وكذلك حفظ ما تيسر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو المصحف الذي جمعه الصحابة الكرام وتوافق عليه وتواتر عندنا، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى به ميراث النبوة، ميراث النبوة صلى الله عليه وسلم. والأنبياء ما ورثوا إلا العلم، ما ورثوا إلا العلم، هو ده الكنز، هو ده الكنز الحقيقي. الأنبياء ما ورثوا إلا العلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء الحقيقيين، العلماء هم ورثة الأنبياء الحقيقيين، وهذا العلم له شروط وله مقتضيات. المهم تبدأ بعد قراءة القرآن والحديث في حفظ القرآن وما تيسر من الحديث. عندنا كتب ستة معتمدة، اللي هي الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، صحيح البخاري ومسلم، وبينضم إليهم أحاديث أخرى بنتناولها فيما بعد، لأنها بيبقى فيها أمور فقهية أعلى وأمور، لكن القاعدة العامة القرآن والكتب الستة اللي هي البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وكتاب الترمذي، جامع الترمذي الكبير، وفي جامع الترمذي الصغير الترمذي والنسائي، وكتاب أبو داود، وكتاب ابن ماجه. الكتب الستة دي كتب أساسية ما بعد القرآن الكريم، وبيبقى لها مدارك وإزاي تعرف الأحاديث، وعلماءنا الله يبارك فيهم قاموا بتصنيف هذه الكتب وإيراد الأحاديث الصحيحة منها ودرجات الأحاديث، يعني يسهل على القارئ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يقرأ وهيعرف سند الأحاديث ديت وكده، في الصحيحين اللي هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبعد كده الكتب التانية فيها أحاديث
فيها بعض كلام إذا كانت حديث حسن إذا كان حديث صحيحة، ولكنها بالمجمل الست كتب دي هي الست كتب معتمدة لكل مسلم أن يقرأها، لأن أصحاب الكتب دي أرادوا من إيراد هذه الكتب وتصنيفها هو تقديم صورة مبسطة وعامة ومهمة لكل ما يخص الأمور الخاصة والعامة لكل مسلم، يعني هدف. فلما جاء الإمام البخاري جاء عمل المحتوى دوت، فالإمام مسلم لقى فيه بعض أشياء فكمل على ما قام به الإمام البخاري، وهكذا اللي بعديه لحد ما الكتب الستة. فالكتب الستة بيشكلوا مع بعض صيغة عامة للمحتوى الذي يقوم عليه قاعدة أساسية لأبنائنا ولينا كلنا ولكل مسلم، فدي القاعدة الأساسية اللي بننطلق منها. في بعد كده كتب تانية زي موطأ الإمام مالك وزي كتاب الإمام أحمد رحمهم الله جميعا وهكذا. ده بنتناوله إمتى؟ لما بنيجي ندرس الفقه، لما بنيجي ندرس الفقه. لكن هندرس الفقه إمتى؟ بعد قراءة القرآن والحديث بنتناول حفظ القرآن والحديث بالطريقة الصحيحة. يعني أنا دلوقتي تعلمت القراءة الصحيحة للقرآن والحديث، فلما أجي أحفظ أحفظ بشكل صحيح. في بعض الناس بيستعجل على الحفظ فبيبقى عنده فيه أشياء في القراءة وقراءة القرآن. القرآن هو كلام الله. أنا تناول الكلام ده مع أنوار الوحي إن شاء الله لما نيجي نسترسل في بإذن الله. كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام الله بلسان عربي، فليه طريقة، له طريقة لابد من تصحيحها. الوقف أقف فين؟ لأن مجرد الوقف عند يعني لا تقربوا الصلاة، إذا وقفت هذا يقول لك هذا وقوف فاحش، يعني لا يجوز أنك تقف عند هذا الإيه؟ هذا اللفظ. لابد أن تكمل الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليه؟ مجرد الوقوف في مكان على غير الانضباط الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة الكرام ولنا جميعا أمته يغير المعنى، وممكن يعطي عكس المعنى، ممكن يعطي عكس ده. الوقف مش التشكيل الفتحة أو الضمة أو الكسر، لا، إذا وقفت في القرآن في مكان غير الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يتغير المعنى تماما. فحتى الوقوف في القرآن لابد أنك تتعلمه، لابد أن نتعلمه جميعا. عشان كده علماءنا ربنا يبارك فيهم، كيف تتعلم الوقوف وكيف تتعلم الاسترسال في القراءة. القرآن مبني على الوصل، يبقى الوصل والوقف. القرآن مبني على الإيه؟ على الوصل، إزاي أوصل وإزاي أقف، ودوت في علوم التجويد والقراءات وما إلى ذلك. بعد ما بتعلم علوم التجويد والقراءات كقراءة أتعلم القراءة الصحيحة، مش هتعلم علوم التجويد نفسها، لكن أتعلم القراءة الصحيحة، يبقى الفتحة مظبوطة، الضمة مظبوطة، الترقيق، التفخيم، الحرف الضعيف، الحرف القوي، يعني أبقى قبل ما أحفظ أحفظ على يد عالم فيحفظني الحروف ديت وأتلقاها كما تلقاها الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت إلينا بالسند المتصل عن طريق الإجازات، كذلك أتلقاها عن شيخي وأعالج الحروف وتخرج الحروف بشكل صحيح. فلما أجي أحفظ أحفظ برضو بشكل صحيح. بعد حفظ القرآن وما تيسر من الحديث وليكن الكتب الستة أو ما تيسر منها، بعد المرحلة دي بعد القرآن والحديث بخش على مرحلة تانية اللي هي دراسة علم أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم القرآن. دي اسمها علوم الآلة، أي الأدوات اللي بيها أدخل إلى بداية العلم اللي بعد كده. بعد ما أتعلم أحفظ، بعد ما أحفظ القرآن والحديث، بعد ما تعلمت قراءة القرآن والحديث ببتدي أتعلم علم الأصول اللي بيبنى عليها الفقه الإسلامي، علم أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم القرآن. كده ببقى مهيأ في المرحلة اللي بعد كده اللي هي دراسة علم التفسير والتاريخ الإسلامي، أو التاريخ الموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى. وبدخل في دراسة مقارنة الأديان. لما بجي أدرس التاريخ الإسلامي مع التفسير بخش على مقارنة الأديان، لأن في التاريخ الإسلامي إن في أنبياء سابقين وفي كتب سابقة، فببتدي أطلع على الكتب ديت، وبالمقياس القرآني ببتدي أقيس هذه الكتب على ما جاءنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، فما توافق
مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة بنأخذه، لأن هذه الكتب وقع عليها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعض التحريفات، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا نقبل هذا الكلام. وكان في مرحلة من المراحل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تقرأ هذه الكتب، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن بهذه الضوابط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيهودية وأنا بين ظهرانيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما وجد أحد الصحابة وفي يده صحيفة من التوراة أو الإنجيل. فلذلك فلها ضوابط، عندما تقرأ في كتاب أنزل قبل القرآن لابد أن تكون قرأت أولا القرآن، ولابد أن تكون قرأت أولا الحديث وتدرجت لهذا المستوى، درست علم أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم القرآن. فلما تيجي تدرس التفسير والتفسير والتاريخ الإسلامي لازم هتتدرج لمقارنة الأديان. يعني إيه مقارنة الأديان؟ يعني هبتدي أشوف الكتب السابقة على القرآن والوحي السابق للقرآن، وابتدي أشوف الكتاب ده إيه اللي فيه يتوافق مع كتاب الله أو لا يتوافق مع كتاب الله. دي مراحل للتعليم. فبدرس التفسير والتاريخ الإسلامي، وبتبقى دي مرحلة مع بعضها، بحيث ان يبقى عندي القاعدة ان انا ابقى راجل في الوقت ده اقدر انقل التفسير، اقدر انقل التاريخ الاسلامي الذي يتوافق مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد كده ببقى مهيأ لاني ادرس حاجة اسمها الفقه الاسلامي، الفقه الصحيح. في الفقه اللي هو سواء كان الشافعي عليه رحمة الله أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة، وكذلك الفقهاء الكثيرين والمتعددين، يعني زي مثلا المعتزلة والظاهرية والباطنية. يعني الفقه له مدارك كتير، المشهور هم الأربع مذاهب. الأربع مذاهب مش أربع مذاهب كل واحد قال فقه مختلف، لا، الأربع مذاهب كل اجتهد على حسب ما الله سبحانه وتعالى أعطاه، وبينهم التوافقات وبينهم اختلافات، وكل خير، لأنه كله في النهاية أخذ من من؟ أخذ من الأصل اللي احنا قلناه ده، اللي هو التدرج اللي احنا قلناه ده، حفظ القرآن والحديث و و و ووصل لمرحلة الفقه اللي هي مرحلة الاجتهاد، فاجتهد بقدر ما يستطيع. وهذا الباب مفتوح طبعا، علماءنا ربنا يبارك فيهم اللي هم علماء الأزهر والعلماء النابغين، لما بتستجد مستجدات كثيرة. يعني لما يجي واحد مثلا عايز يسأل عن فتوى ما كانتش في زمن الصحابة أو في الزمن السابق عندنا، وعايز يسأل عن فتوى، فبيروح لدار الفتوى أو بيتصل بدار الفتوى، والعلماء هناك أجلاء ومحترمين وناس يعني فوق المستوى، مش أي حد بيبقى عالم في الفتوى، بيعطوه الفتوى المطلوبة، ده اسمه الاجتهاد. فبيكون هذا العالم اللي بيقول لك الفتوى ده بيكون درس كل اللي المراحل اللي احنا قلنا عليها كده. بعد كده في مرحلة اسمها مرحلة الحكمة، يبقى قراءة القرآن، قراءة القرآن والحديث اللي متمثل في الكتب الست، القرآن وصحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، ثم بعد ذلك حفظ القرآن والحديث اللي هو برضه الكتب الست، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، بعد كده دراسة التجويد وعلم مصطلح الحديث، بدرس التجويد وعلم مصطلح الحديث، بعد كده بدرس علم علوم اللغة وعلوم القرآن وأصول الفقه، بعد كده بدرس علم التفسير والتاريخ الإسلامي. دي المرحلة الخامسة. نمرة ستة، بدرس الفقه المتدرج على ما سبق، فبدرس كل المذاهب، بدرس كل دوت على ما سبق اللي هو دراسة الفقه. بعد كده الحكمة اللي هي معرفة الحكمة، دي مرحلة نمرة سبعة في التعليم، ازاي يبقى عندي فهم لدقائق الأمور وللأمور المستجدة، زي ما كان كده الإمام الشعراوي عليه رحمة الله بيتسأل في أشياء خاصة جدا. يعني مرة حد بيسأل الإمام الشعراوي بيقول له يعني ازاي الله سبحانه وتعالى ألف القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والكافرين واخدين وضعهم والمؤمنين مستضعفين. فالإمام الشعراوي عليه رحمة الله قال له الله سبحانه وتعالى قال المؤمنين، لم يقل المسلمين،
فإذا كنا مؤمنين فلن يجعل الله للكافرين علينا سبيلا. وابتدى يعرف الفرق ما بين المؤمنين والمسلمين. اللي حابب يرجع لهذا السؤال وبتاع موجود على يعني على اليوتيوب وعلى جوجل وكده. فدي اسمها دقائق، يعني حد كده ايه يجي يسألك في ايه في 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 حاجه كده، يعني ايه مش اي حد. يعني طبعا اللي جاي يسأل سيدنا الامام الشعراوي كده مش جاي كده، لا ده هو قصد. فبيبقى في علماء الله سبحانه وتعالى بيختصهم بالحكمه، بيبقى عندهم دقائق الايه، دقائق العلوم، بيبقى مر بقى من خلال الخبره. الرحمن فاسأل به خبيرا، اللي عنده خبره في ايه في هذه العلوم. طيب علم العلوم، الانوار، انوار العلوم، انوار العلوم دي بتبقى افاضات من الله سبحانه وتعالى، افاضات من الله سبحانه وتعالى. دي بتعدي بقى مرحله الحكمه. اللي وصل لمرحله الحكمه عند بدايه النور الالهي، احنا كده بقى ابتدينا نخش في موضوع الحلقه بتاعتنا. بدايه النور فين؟ اللي هو الخروج من النفس ومن كل العلوم اللي هي الكسبيه ديت و و و و عايز بقى اخش على معرفة الله سبحانه وتعالى. دي بتبقى عايزة خروج من النفس لمكاشفة أنوار الله سبحانه وتعالى ومعرفة نور وحي الله سبحانه وتعالى. دي المدخل إليها بعد كل المرحلة ديت، اللي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على النبي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتير عشان يتغسل القلب، لأن الصلاة على النبي وقال النبي فيها السر. إيه هو السر؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عمل مقبول لا يرد. أعمالنا، أعمال الصلاة والحج والزكاة والجهاد وكل الأعمال ما بين القبول والرفض إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان كده ده الباب اللي لما تيجي عن طريقه تيجي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخبط كده وتقول يا رب علمني العلوم دي. كل اللي احنا بقى حكيناه ده مجرد تأهيل. ده ينفع؟ ممكن اقعد اخبط كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتأذن ليش؟ لان الموضوع كبير، رحمة بيا، وممكن يتأذن لي، ممكن في وقت من الاوقات يتأذن. فعلى حسب ما الله سبحانه وتعالى يريد، لان هذه العلوم الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. دي بتبقى عطاءات من الله، وعلى قد ما الله سبحانه وتعالى يعطيك على قد ما انت مكلف تبلغ في وقته وله ضوابطه، ومش لأي حد وفي أي حتة، لا ده لها إذن. فإحنا هنبتدي ندخل في الإيه؟ في النور. قد جاءكم من الله إيه؟ نور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا أخش على نور الله على طول كده، أنا ما يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنا. إحنا لا، إحنا بنخش بقى مين؟ ورا مين؟ ورا سيدنا النبي، النور بقى اللي الله بعته لنا ده. نخش ايه نتدفى كده وايه ونقعد نصلي على سيدنا النبي كده، وان ايه عايزين نشوف نور الله، عايزين نشوف ايه نور الله. عن طريق مين؟ عن طريق النور اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله بعته. قد جاءكم من الله ايه نور وكتاب مبين. ما بيتفرقوش الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيت وكتاب الله، دول ما بيفترقوش، لا يفترق حتى يرد عليها الحوض، ما يتفرقوش، لازم آل البيت. فعشان كده الموروثات دي موجودة من آل البيت، فآل البيت مختصين بهذا الايه، بهذا النور. ورا مين؟ ورا إمامهم اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبنمشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يريد الله سبحانه وتعالى أن يفتح له فهو يفتح له بهذا الايه، بهذا النور، وعلى قد ما ينهل من هذا النور فهو مكلف بأن يبث هذا العلم. ليه بقى؟ النور ده بيبقى مبعوث لإخراج الخلق من الظلمات التي حاكت بهم مع تغير الزمن. يعني ليه آل البيت؟ آل البيت هم اللي شالوا الأمانة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حتة إخراج الناس من الظلمات. يعني أنا ممكن أبقى بقرأ القرآن وبقرأ الحديث وبقول ده حلال وده حرام و و و و و كوظيفة أو أمور دنيوية أو أيا يكن أو حاجة تعودت عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، طبعا ربنا يبارك في علمائنا جميعا. ولكن حتة النور دي لو راحت مني يبقى هبقى بقرأ القرآن وما بستفدش بيه.
زي ما برضه السابقين لما الله سبحانه وتعالى يعني أنكر عليهم أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كانوا بيقرأوا التوراة وكل حاجة ولكن لا يعملوا بها، ولا يعملوا بها بإخلاص، اللي هو الإخلاص، اللي هو الإيه؟ الإخلاص. والإخلاص ده بيجي بالاستخلاص، فده ليه علم، ده ليه علم الإخلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النفاق وكده قال ده بيدخل في القلب كده من غير ما الإنسان يدري. طيب ازاي انا اقدر اعرف ده، وازاي اواجهه، وازاي اخرج من دائره الظلام اللي هو دائره الظلام البعد عن الاخلاص، التعلق بغير الله، ما هو دي الظلمات. هو لما الله سبحانه وتعالى بيبعت الانبياء بيبعتهم ليه؟ بيبعتهم للعباد، لان العباد تعلقوا بغير الله، سواء كانوا بيعبدوا صنم، بيتوكلوا على غير الله، بيعملوا فاحشة ما وهكذا، على حسب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الله بعته صلى الله عليه وآله وسلم كانوا الناس في وقته بيتعلقوا بغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول أمر قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، ده أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، هو البداية كده اللي هي النور، اللي هي الايه؟ النور. فهو ده الارسال. طيب ارسال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور، طب مين اللي يكمل بلغوا عني وادوا عني؟ مين اللي هيحمل هذا العلم الخاص جدا اللي مش اي حد يقدر يستخلصه او يتعلمه او يعلمه؟ آل البيت، ده الاختصار. عشان كده احنا في الصلاه بنصلي على النبي وآل بيت، ليه؟ ده امتداد الرحمه. آل البيت دول امتداد رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة، وأمة النبي يعني كل الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم الله بيقول كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في ناس بتعتقد أن أمة النبي اللي هم شاهدوا بس الشهادتين، لا، أمة النبي كل الخلق، سواء آمن به أو لم يؤمن، سواء آمن بالله أو لم يؤمن، كل من آمن أو لم يؤمن هو من أمة النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كل الخلق في أن يصل الخير والنور الذي أرسل به لكل الخلق. طب النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، مين اللي بيكمل بعديه؟ المسلمين جميعا، كل على حسب درجته. مين في أعلى درجة وبيستقبل النور الإلهي اللي من خلاله تبقى الأمة متماسكة وقوية وبتقوم بالأمانة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها؟ هم آل البيت، هم آل البيت عليهم جميعا الصلاة والسلام، زي ما بنقول في الايه، في التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فآل البيت عليهم جميعا الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا، هم دول المشاعل اللي بيها بنستقي الأنوار، اللي بيها نتكسب أهم حاجة في الدين وأهم حاجة في النجاة، وهي الإخلاص. طيب أول سكة الإخلاص الاستخلاص. معلش بقى حبايبي اللي هم طلبوا هذا العلم، يعني إيه، اصبروا عليا شوية ومع بعض. يبقى عشان أبقى إنسان مخلص لازم أبقى إيه؟ مستخلص. الاستخلاص يعني إيه؟ يعني أبقى لله بس. يعني يعني خلاص، شوف خلاص، لا أرى إلا الله، لا أسمع إلا بالله ولله، لا أفعل إلا ما يأمرني الله به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هيبقى الوعاء كده إيه؟ اللي هو القلب، يعني القلوب أوعية فخيرها أوعاها، الوعاء القلب، قلب الروح، هيبقى كده ايه؟ جاهز لانه يستقبل النور. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فتح، يعني بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، واللي بيصلي على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعه، واللي بيسلم عليه بيرد عليه السلام. يعني يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ايه؟ الرحمه مهداه، فموجود والشغل شغال، فخلاص اشتغلت قبلت، هتبتدي تستقبل النور، تبتدي بقى هذه ايه؟ الأمانة. فلا بد من الاستخلاص، تبقى مستخلص كده، تبقى تبع الله سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ اللي هي أولياء الله، يعني تبقى عايش لله، كل هدفك رضا الله سبحانه وتعالى، إن الله يرضى عنك.
طيب الهموم اللي هي بيبقى فيها الناس اللي في المرحلة اللي أقل، يعني اللي مش في مرحلة النور دي، اللي هي مثلا المعيشة، الأكل، الشرب، لا الحاجات دي أنت ما يعني. ستنا مريم عليها السلام لما كانت كده داخل المحراب، سيدنا زكريا يخش يلاقي عندها فاكهة الصيف، فاكهة الشتاء، أنى لك هذا؟ قالت له من عند الله، بمنتهى البساطة من عند الله. طب ده مكان مقفول وتعبد من عند الله. الله، دي ما عندهاش الايه، ما عندهاش الحيثيه بتاعت ايه هاكل ازاي واشرب. لا لا، ده في حته تانية خالص. اللي مع الله ده في قصه تانية. يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب. فمحدش يتطلع لدرجه هو في مكان اقل منها حتى لا يطلب ما لا يستطيع تحمله، ومحدش يتدنى عن الدرجة العالية اللي الله حطه فيها انه ينزل بقى ويبقى كل هدفه اللي يبقى كده اسمه بيتدنى عن المرحلة العالية. ده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. خليك ايه، الله حطك فوق يبقى خليك فوق، الله حطك في درجة أقل خليك ترضى. والرضا حتى في الدين من أهم أنواع الرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه. دي اختصاصها بإيه؟ الصحابة رضي الله عنهم كل واحد رضي بالله الله سبحانه وتعالى قسمه له، سواء كان في الدين أو في الدنيا، يعني أرض. مش واحد أشوفه مثلا بيحفظ أحسن مني أو الله فتح عليه مثلا في الصدقات أو لا، ما يبقاش عندي حقد، ما يبقاش عندي حسد. واحد الله فتح عليه في العلم ما يبقاش، لا بالعكس أتمنى له الخير فالله يؤتيني الخير. في واحد تاني الله فتح له في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، اللي بيجاهد بالكلمة بيجاهد وهكذا. في واحد تاني الله فتح له في الشغل ما شاء الله، تلاقيه بيشتغل وبيعمل صنعة كويس وهكذا. هذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى. كلنا الرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لدينه. إلا الله سبحانه وتعالى يستخدمه بالحيثية التي يريدها الله لنصرة دينه، ويستخدم الله سبحانه وتعالى من شاء لما شاء. فكون أن الله سبحانه وتعالى يستخدمني هذا أكبر فضل من الله، إن الله بيستخدمه. بجتهد على نفسي إني أترقى مع الله أكتر نعم تجتهد ما شئت، ولكن لا تحقد على غيرك، وارضى بما قسمه الله لك من أمر الدين والدنيا. ارضى بما قسمه الله لك من أمر الدين والدنيا. دي كانت مقدمة بسيطة للعلوم اللي هي المطلوبة، أنوار الوحي الإلهي. هنبدأ مع أنوار الوحي الإلهي، هننهي هذا البث ونبدأ مع أنوار الوحي الإلهي في البث القادم بعد صلاة الظهر، لأن الظهر أذن. هنصلي الظهر إن شاء الله ونبدأ في نفتح بث لمكاشفة الأنوار بقدر ما يمكننا الله سبحانه وتعالى، مع بداية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونتناول فتحة همزة قطع كلمة أعوذ، لأن الهيئة دي هيئة توقيفية، يعني الاستعاذة لها منطوق توقيفي أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش مثلا أقول إيه بالله أعوذ من الشيطان الرجيم مع أنها تحمل نفس المعنى، لا. القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قولوا أعوذ، ابدأ بهمزة القطع المفتوحة اللي تحتها ألف مستقيمة. يبقى دي إيه؟ يبقى دي هيئة توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي جابها منين؟ يبقى من الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الهيئة وبهذه الكلمة كما أرادها الله وأمر بها، يبقى دي فيها إيه؟ يبقى دي فيها نور معين. ما ينفعش أقول بالله أعوذ من الشيطان الرجيم، استعذت بالله من الشيطان، لا. هذه الهيئة المعنى صحيح، ولكن ليست هذه الهيئة التي وقفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقفها يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تقول غيرها. عايز تستعيذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هيئة تانية لما يعتريني شيء أو يكون بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دي زيادة في الإيه؟ في الاستعاذة. ولكن الهيئة التوقيفية المعتمدة المشهورة التي وقفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده معناه إيه؟ ده معناه إن هذه الهيئة وهذا المنطوق له سر
وله أمر وله نور. هنعيش مع هذه الأنوار ونعيش مع الفتحة، فتحة همزة قطع أعوذ، ونعيش مع الضمة ونعيش مع الحروف ديت والأنوار داخل هذه الحروف وحركات هذه الحروف، لأنها مش حركات عادية، دي حركات الذي سيقرأ أو قارئ القرآن الكريم، الحركات التي سينطقها أو التي ينطقها الله سبحانه وتعالى بلسان من يقرأ القرآن بإخلاص. يعني دي الهيئة اللي الله سبحانه وتعالى قال بيها كلامه، دي هيئة. يبقى كل حاجة لها معنى، يبقى الفتحة اللي على الهمزة القطع دي لها معنى، مش اتقالت كده وخلاص. إذا كان الوقف لما باجي أقف في مكان ده ليه معنى، وإذا ما وقفتش في المكان الصحيح بيتغير المعنى، فما بالك الحركة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون، كل حركة سواء كانت على الحرف من فتحة أو ضمة أو سكون أو كسرة تحت الحرف، كل حركة لها معنى، وكل فتحة في كل حرف في كلمة مختلفة لها معنى. يعني مش الفتحة موجودة هنا يبقى الفتحة في القرآن، لا، الفتحة على الحرف ده، يعني الهمزة زي موجودة في كلمة تانية وعليها فتحة لها معنى تاني مختلف عن اللي في أعوذه، فلها معنى معين في كل فتحة وكل ضمة وكل كسرة وكل سكون في القرآن، له معنى. بل الوقوف في القرآن له معنى، والوصل في القرآن له معنى، والقرآن مبني على الوصل. وفقنا الله وإياكم لما يحب الله تعالى ويرضى. نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء بعد صلاة الظهر.